السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم. اللي راح نعمله بهذا الفيديو انه راح نكمل من محل ما وقفنا في الفيديو الماضي، ونصير نخلي اللاعب يلف وجهه باتجاه الفاره. طبعا بالنسبه للشغل هذا كله اللي احنا عاملينه من كود ومن مشاهد وزي هيك عملناه احنا بفيديوهات سابقه، وبحط روابط هاي الفيديوهات السابقه بالوصف. بالنسبه لهذا الفيديو اللي بدنا نعمله، احنا بالفيديو الماضي عملنا فراغ لحتى نعبيه، لحتى يخلي هذا الفراغ اللاعب يتطلع باتجاه الفارة، يعني الفارة تكون هنا يلف وجهه باتجاه الفارة زي هيك. أول إشي خلينا ندرس مفهوم كيف إنه يعني تخلي شغلة تلف داخل محرك جودوت. خلينا نيجي يعني هنا على المشهد، نيجي على عقدة اللاعب، ونيجي نتطلع هنا في خاصية اسمها، إحنا مختارين اللاعب طبعاً، نيجي في خاصية Node2D جواتها Transform، وفي جواتها هون روتيشن ديجريز شايفينها. لو نيجي ونحركها، لاحظوا معاي، بتصير في عملية التفاف. فلنفرض مثلا يعني بدنا اياها سالب 45، شو بنلاحظ؟ صار وجه اللاعب اللي هو هيو صار زي هيك، يعني لو الفارة هون بيكون لف وجهه باتجاه الفارة. لو نحطها سالب 90 بتكون زي اللي كأنه وجهه بلف، يعني زي كأنه وجهه يعني باتجاه الفارة وهي هون. فبنستنتج انه كيف بدنا نخلي اللاعب يلف وجهه باتجاه الفارة، كل ما علينا هو ايجاد زاوية معينة اللي هي هاي الروتيشن ديجريز، اللي هي هاي الزاوية. خلينا بالاول مدام هينا عرفنا كيف، خلينا هسه شو نعمل، نيجي قبل لا نبلش في كتابة الكود نفهم المنطق اللي راح نستعمله مشان نوجد هذا الحكي. فبدنا نيجي ونشتغل شوي بالرياضيات، نراجع شوي مشان نوجد الاشي الصحيح يعني، او الطريقة يعني لحتى نحلها ونلاقي هاي الزاوية. فلنفرض انه هاي اللاعب، ونفرض انه هاي وجهه بهذا الاتجاه زي هيك. فلنفرض ان هالفارة موجودة هون، يعني عند هاي النجمة هي موقع الفارة. هسا شو اللي احنا بدنا نعمله بالاول؟ بالاول نحط الاشياء المعلومة عنا. شو في اشي عنا معلوم؟ عنا بالاول معلوم اللي هو موقع اللاعب، وعندنا معلوم ثاني اللي هو موقع النجمة، اللي هو موقع يعني مكان وجود الفارة. عندنا مكان وجود الفارة موجود، يعني نعرفه بنقدر نطلعه من خلال اقتران داخل محرك جودوت، وفي عندنا موقع اللاعب كمان بنقدر نوجده من خلال خاصية البوزيشن. طيب فهسه شو اللي بدنا نعمله احنا؟ بدنا نعطي رموز لكل وحدة، فهي بي اكس وبي واي تسميات، اي اسم انا بدي اياه. هون ممكن تكون سالب 5، هنا ممكن تكون 3، عادي جدا اي ارقام يعني زي هيك يعني. فحطيت رمز بدل احط رقم معين انا. طيب هذا هسه راح يكون موقع اللاعب، موقع اللاعب على محور الاكس هيو زي هيك بوجده، وهنا موقع اللاعب على محور الواي زي هيك بوجده. هسه ايش اللي بدي انبهكم عليه؟ بانه موقع اللاعب هذا بالنسبه لمين؟ موقع اللاعب بالنسبه ليمين، يعني مثلا هذول الشخصين زي هيك واقفين قبال بعض، هذا مثلا بالنسبة له راح يكون زي هيك شمال مثلا، وهون اليمين. بالنسبة للشخص اللي هيهم يعني هيك وجوههم هم واقفين قبال بعض، وبالنسبة للشخص الثاني بكون هون اليمين وهون الشمال حسب الجهة اللي انت بتطلع عليها. فاللي بدي انبهكم عليه بانه هذا الموقع زي هيك يعني، فالمواقع والاتجاهات تتغير حسب النقطة المرجعية اللي انت بتقيس منها. فهاي هي النقطة المرجعية. شو النقطة المرجعية هاي اللي بنقيس احنا منها؟ هي نقطة الأصل. نقطة الأصل أنية؟ نقطة الأصل وين راحت؟ هاي مقارنة مع هاي النقطة اللي هي نقطة الأصل، هاي اللي احنا بنقيس منها داخل، هاي اللي احنا راح نستعملها بالقياس لحساباتنا زي هيك. ليش؟ لأنه هاي حساباتنا احنا بدنا نقطة أصل. فأني نقطة الأصل اللي نستعملها؟ أحسن نقطة أصل نستعملها اللي هي الموجودة داخل محرك جودوت من الأساس. فهي موقع اللاعب، هسه هون هيك موقع الفارة، هي هيك ام اكس وام واي زي هيك. هسه خلينا نجرب نعمل شغلة احنا. شو هي؟ نجرب نعمل شغلة اللي هي بدنا احنا نطرح هاي المسافة زي هيك، يعني هاي احنا بدنا نوجد هاي زي هيك، وبدنا نوجد هاي زي هيك، ماشي؟ نطرح المسافة اللي هي ام اكس ناقص اللي هي بي اكس، مشان يطلع عنا رقم اللي هو دي اكس مثلا. يعني شو هو دي اكس؟ هسه بدي انبهكم عليه، بدكم تتذكروا شغله انه عمليه الطرح هي عمليه حصر، ماشي؟ عمليه الطرح هي عمليه حصر، يعني يكون في عنا 5 ناقص 2، شو هاي راح تعطينا؟ 3. فلما احنا نطرح
يعني على خط الأعداد أي قيمتين مثلا يعني بنطرحهن من بعض بوصل عنا، يعني بيطلع عنا اللي هو الفرقية اللي بيناتهن، اللي هي المسافة اللي بيناتهن، اللي هي الفرقية اللي بيناتهن. فشو هو اللي إحنا عملناه؟ إحنا أوجدنا الفرقية بين هاي المسافة وهاي المسافة. إحنا أوجدنا الفرقية بين هاي المسافة وهاي المسافة، شو طلعت عنا؟ اللي هي mx ناقص اللي هي px، مشان نوجد هاي المسافة اللي هي الفرقية اللي بيناتهن. الطرح هو عملية إيجاد فرقية أو خصم. وإحنا شو عملنا؟ لما طرحنا حذفنا كل هذا اللي هون، حذفنا، ظلت عنا اللي هي الفرقية. يعني شوفوا مثلا على ثانية بس عفوا، يعني شوفوا مثلا نتخيل في عنا خط أعداد، هون في عنا 5 وهون في عنا 2 مثلا يعني، وهي هون في عنا 0. هسا 2 شو بتسوي؟ نتخيل إنها 2 بتغطي كل هاي المسافة، ماشي، وخمسة شو بتعمل؟ خمسة بتغطي كامل هاي المسافة، بتغطيها. يعني تخيل انه حرام مثلا قيمته 5، كبره 5، بغطي كل هاي الكمية، يعني الخمسة بتغطي 2 وفوقيها 3 درجات. هسا عملية الطرح شو هي؟ عملية حصر او عملية حذف. فشو احنا بنعمل لما نحكي 5 ناقص 2؟ شو بصير عندنا؟ بنحذف كل اشي. 5 حذفنا منها الاثنين كاملة، 5 يعني حذفنا كل اشي بغطي الاثنين، فشو ظل عنا؟ ظل عنا 3، ظل عنا 3. فشو احنا اللي عملناه؟ يعني اطلعوا، يعني زي اللي كأنه اوجدنا هاي المسافة، احنا اوجدنا هاي المسافة لما حكينا 5 ناقص 2، اوجدنا هاي المسافة. وزي هيك فصار عنا هذا السهم. نعمل نفس العملية MY ناقص BY، نفس العملية بس بدل يمين شمال صارت فوق تحت. عنا الخمسة بتغطي كل هاي الكمية مثلا، يعني عندنا مثلا الخمسة هيها زي هيك بتغطي كل هاي الكمية، بينما مثلا في عندنا 2 اللي هي يعني بتغطي قديش مثلا؟ هي هيك هاي الخمسة لهون، بينما الاثنين بتغطي بس هالقد مثلا. يعني لما نحكي 5 ناقص 2، شو لما نحكي 5 ناقص 2 شو بصير عندنا؟ بنكون حذفنا كل اشي الاثنين بتغطيه، فبيضلش عندنا الا 3. نفس الاشي يعني، فهي اوجدنا هاي المسافة اللي زي هيك، وهي هيك اوجدنا المسافة هاي اللي زي هيك. شو هاي المسافة؟ بدها تكون ام واي ناقص بي واي وتساوي دي واي. شو قصدي انا في دي واي ودي اكس؟ مجرد متغيرات جديدة انا هيك حبيت اسميهن بس. ممتاز. هسه صارت عندنا الام، هي هيك صارت عندنا الدي واي والدي اكس. ممتاز. شو هذا الحكي هسه احنا بفيدنا؟ احنا هذا الحكي هسه بده يفيدنا بانه نتذكر اللي بدنا اياه. اللي بدنا اياه احنا بدنا زاوية، اني زاوية بس. لو نيجي نحط اللاعب هون زي هيك فوقي شوي، يعني مثلا هاي اللاعب اتجاهه زي هيك، خلقه اتجاه اللاعب زي هيك من الاساس. احنا شو اللي بدنا اياه؟ احنا بدنا اياه يلف وجهه بقدر هالقد. يعني لما اللاعب، هي اللاعب سهم زي هيك، احنا بدنا اياه هذا السهم يرتفع 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 لحتى يصير زي هيك، لحتى يصير بهذا الاتجاه، يعني لحتى يصير اللاعب اتجاهه زي هيك. فبما انه اللاعب صار اتجاهه زي هيك، بنقدر نلاحظ يعني من خلال توصيل عملية توصيل الخطوط زي هيك بس، انه احنا بدنا هاي الزاوية. شو اللي بنلاحظه احنا؟ احنا طلعنا هذا الخط بالاول، وبعدين طلعنا هذا الخط الثاني، وشو طلع عنا بالأخير؟ إذا اتجاه اللاعب كان زي هيك من الأساس، وإحنا بدنا إياه يصير وجهه لهذا الاتجاه، شو اللي بده يتغير؟ يعني اللي بده يتغير بإنه رأسه بده يصير بنفس اتجاه الفارة، رأسه بده يصير بنفس اتجاه الفارة، فبصير عنا زي هيك. طيب هسا إيش اللي بدنا إياه إحنا؟ الزاوية اللي بدها تنلف. نيجي نتطلع، يعني رأسه كان هون اللاعب بده يرتفع 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 حتى يصير هون. كيف بيرتفع؟ من خلال تغيير الزاوية. وشو الزاوية؟ هاي الزاوية عندنا زي هيك، يعني هاي الزاوية عندنا ثيتا. طيب شو بنلاحظ احنا؟ هذا عندنا، هذا عندنا مثلث، مثلث قائم الزاوية، صار عندنا زي هيك مثلث وقائم الزاوية. نيجي هاي انا هون راسم مثلث منفصل يعني زي هيك لحاله، مشان بدي اذكركم بشغلة هسه. شو هي؟ بالمثلثات في عندنا قانون بحكي لنا انه ظل الزاوية شو بيساوي؟ ظل الزاوية شو بيساوي؟ المقابل. طيب هسا شو هذول اذكركم فيهن؟ هذول انا اطلعوا معاي، هذول احنا طلعناهن. شو هن؟ هيهن دي اكس ودي واي. هاي شو هي؟ دي اكس، وهاي شو هي؟ دي واي. تمام. طيب هسا عندنا قانون بحكي لنا بانه الظل لزاوية معينة بيساوي، بيساوي المقابل. شو المقابل؟ يعني بيساوي الزاوية، يعني ظل زاوية شو بيساوي؟ المقابل للزاوية على المجاور.
طيب بالنسبة للمثلثات، كل هذا المثلث القائم الزاوية يتكون من ثلاث أجزاء، هذا اسمه بيكون وتر. فبيظل عندنا المقابل اللي هو البعيد عن الزاوية اللي هو هذا، فهذا اسمه بيطلع المقابل. ليش؟ لأنه هذا بعيد عن الزاوية، يعني هيو فيش إشي بلمس الزاوية من هذا بالمرة، فبيكون المقابل. وهذا اللي هو آخر إشي عندنا اللي هو الوتر. عندنا قانون احنا في بيحكي لنا يعني بالرياضيات انه ظل زاوية معينة في مثلث قائم الزاوية شو بده يكون عندنا، اللي هو المقابل، والمقابل عندنا هيو دي واي على المجاور اللي هو دي اكس. ليش ما اخذت هذا؟ لانه هذا هو اسمه الوتر، اللي هو اطول خط بين الثلاث اللي هو الوتر. فبيضلش عندنا غير اثنين، اللي هو الملامس للزاوية، يعني طلعوا هاي الزاوية هيك، هذا الملامس إلها اسمه المجاور، وهذا بيضل عندنا اللي هو الأخير اللي هو المقابل. ممتاز. هسا في عندنا اقتران ثاني بالرياضيات بحكي لنا إيش هو، تان إنفرس. ماشي، تان إنفرس أو مش تان إنفرس، له اسم ثاني اللي هو آرك تان، وبدك تكتبه كاختصار إيه تان. شو هذا بيسوي؟ لو ندخل فيه المقابل على المجاور راح يعطينا الزاوية، هذا يعني عكس هذا، هذا بنعطيه الزاوية وبحكي لنا الدي اكس على دي واي، قيمة يعني الدي واي على دي اكس قصدي. ماشي، احنا شو هذا اما هذا التان اللي هو الظل، اما الاي تان احنا بنعطيه الدي واي وبنعطيه الدي اكس، وشو بيعطينا؟ بيعطينا الزاوية. شو بيعطينا؟ بيعطينا الزاوية. احنا شو اللي بدنا اياه؟ هل احنا بدنا الدي واي والدي اكس؟ لا، احنا بدنا الزاوية. اساسا الدي واي والدي اكس عندنا معلومات، تمام؟ فهذا هو اللي احنا بدنا اياه، وهيك بنكون احنا يعني قدرنا على ايجاد الزاوية. بس ظل في عندنا شغلة صغيرة واحدة بدنا نحكيها، اللي هي انه بدي اجي هون انا وانبهكم. هسا في محرك جودوت تذكروا في عنا أربع، يعني في محرك جودوت وأي نظام يعني يكون في عنا بشكل عام أربع أرباع، يكون هاي ربع أول، ربع ثاني، ربع ثالث، ربع رابع، وزي هيك. هسا ظل الزاوية على حسب الربع اللي هي بتكون موجود فيه بتختلف، يعني كل جيب ظل جتا، أظن إنها زي هيك يعني. هسا في الربع الأول بيكون عندنا كل إشي موجب اللي هن الجيب والجتا والظل، وبالربع الثاني بيكون عندنا الجيب موجب، وبالربع الثالث بيكون عندنا الظل لحاله موجب، وبالربع الرابع بيكون عندنا الجتا موجب لحاله. شو هذا بفيدنا الحكي؟ احنا همنا الظل. شو يعني هذا الحكي بفيدنا؟ يعني انه الظل راح يكون موجب بهذا الربع وبهذا الربع، بينما في هذول الأرباع راح يكون الظل سالب. ماشي، فهسه عملية انه الظل سالب ظل موجب حكي زي هيك، هاي بتسبب عملية خربطة كثير لما نستعمل الايتان. ليش؟ الايتان اقتران يعني ما يعني بيواجه مشاكل في عملية تحديد الربع اللي هي الزاوية فيه. ماشي، في عملية تحديد الربع، فبيجوز يطلع لنا قيمة صحيحة بالنسبة للربع الأول والربع هذا، بس تكون خاطئة بالنسبة لهذول الربعين. فلحسن الحظ ما في داعي لحتى نتعب حالنا بالشغل، في اقتران ثاني للرياضيات، ولحسن الحظ كمان محرك جودوت يعني دخلوا هذا الاقتران الرياضي بشكل مباشر، دخلوا هذا الاقتران الرياضي بشكل مباشر داخل الاقتران وسموه A tan 2. شو هذا ال A tan 2؟ نفس الاشي، بنعطيه ال دي واي وال دي اكس وبوجد لنا الزاوية. بس شو الفرقية؟ الفرقية بانه الزاوية بوجد لنا اياها مع الربع الصحيح. هون ما بيحدد لنا الربع الصحيح، يعني يمكن يعطينا ظل صحيح بالنسبة لهذول الربعين، لكن بالنسبة لهذول الربعين قد يواجه فيهن مشاكل يعني. طيب بينما الاي تان 2 بيعطينا الزاوية مع الربع الصحيح، تمام، بيعطينا الزاوية مع الربع الصحيح. وهيك بنكون احنا انهينا بالنسبة يعني للتحليل المنطقي والرياضي، فيعني انهينا، وان شاء الله بالفيديو القادم اللي بنسويه، وان شاء الله يعني بالفيديو القادم اللي بنسويه انه بنطبق هذا الحكي كله اللي عملناه داخل محرك جودوت. هسا انا عندي تنبيه صغير بانه ليش مثلا يعني ما استعمل الطريقه السريعه داخل محرك جودوت اللي هي اقتران لوك ات، لانه بكل بساطه هذا مش دائما بزبط. هذا اول اشي. ثاني اشي، هاي الحسابات المثلثيه انت مش دائما راح يعني مش دائما راح تكون حاجتك انت، يعني مش دائما راح تكون حاجتك موجوده داخل محرك جودوت. في احيان كثيره
بتكون مثلا الحسابات المثلثية زي هيك راح تحتاجها انت، ومحرك جودوت ما بيوفرش كل اشي، وما في اصلا محرك بيوفر اي اشي، لانه الاستعمالات اللي ممكن نستعمل فيها المثلثات او اي نوع من الحسابات هو يعني عدد كبير جدا. فلما تبلشوا تتعمقوا شوي يعني وتبعدوا عن الامور يعني البسيطة جدا، راح تلاحظ انك راح تحتاج هاي الحسابات المثلثية أو على الأقلية جزء منها بشكل كبير وفي أماكن مختلفة كثيرة. فمشان هيك أنا حبيت يعني إنه أسلك الطريق هذا، مشان يعني أسلك الطريق هذا وأبين يعني الحسبة كاملة كيف بتصير، مشان إنه يعني للمستقبل، مشان يعني إنه للمستقبل تكون الصورة كاملة موجودة إنه كيف هاي الأشياء بتشتغل، ولحتى لما تحتاجها تقدر توجدها بكل بساطة. يعني لما حتى تحتاج شغلة مش موجودة داخل أي محرك أنت تبنيها بإيدك بكل بساطة. يعطيكم العافية.